مقدرش اسيب المحل، اسيبه لمين؟ انا كده كده هسيبه لان ما عندناش صبيان. وما زلنا في الدرب الاحمر، المنطقه اللي كل خطوه فيها شهد على التاريخ. احنا هنا قاعدين جوه الخمسين جنيه، عايزين تفهموا قصدي؟ اسمعوا حكاية الأستاذ هشام. أستاذ هشام منورنا في أهالينا. ربنا يخلي حضرتك يا رب. عرف أهالينا في البيوت مين هو الأستاذ هشام. نورت الدرب الأحمر. أنا منورة مش أستاذ بأهلها. أنا صنايعي عن أبويا الله يرحمه، عن جدي. الله أكبر. المهنة تصليح الأحذية والشنط. يعني بيقولوا إسكافي. هي مشهورة، ويا ريت يقولوا الإسكافي أحسن من الأسامي التانية. في بيقولوا سراماتي، في بيقولوا عتقي. إنما هي اتشهرت بالإسكافي من أيام سيدنا النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. أيوه. طيب احنا دلوقتي يا عم هشام قاعدين جوه التاريخ، عايزه حضرتك تحكي لنا حكايه المحل ده من ايام جد حضرتك، لانك الجيل الرابع. الموضوع ابتدى في عيلتكم ازاي؟ انا الموضوع انا وعيت على جدي ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. انا وعيت عليه، كان عنده فوق 77 سنه. وابويا كان تقريبا في 35. ومن ساعتها وانا كنت في الكتاب اللي فوقينا ده، لان المسجد ملحق بيه كتاب. المسجد دوت كان اقول كان مجهول في الثلاثين سنه اللي عدوا. انما من ساعه سياده الرئيس ما مسك اهتم مش بالجامع ده، اهتم ب 13 اثر في الدرب الاحمر كله، وعلى راسهم جامع المرداني، طنبوغه المرداني، وجدد وبقى جميل جدا على الافتتاح اهو. انا في المقدمه بتاعتي قلت لاهالينا في البيوت ان احنا قاعدين جوه الخمسين جنيه. موجودة ممكن حضرتك. تفسر لاهالينا انا ليه قلت كده. بالصدفه انا قاعد جوه الخمسين جنيه لان انا دكانتي جواها. المحل موجود، الدكان موجود في الصوره اللي صوره المسجد اللي على خمسين جنيه. موجود حضرتك اهو. ومكتوب على الخمسين نفسها. لان كل عمله مكتوب عليها المسجد بتاعها. مكتوب عليها مسجد ابو حريره هنا في الحته دي. جنب العلامه المائيه. اهالينا في البيوت ادي الخمسين جنيه حضرتك، وهنا المحل والمسجد. كمل يا عم هشام. انا بكلم حضرتك الكلام ده من سمعي وصداقتي للدكاتره الاثريين الكبار قوي في الدوله، لان كنا بنخش المسجد بسمع منهم. الله. حبيت الراجل ده واللي دخل المسجد. ده انت مش قريت التاريخ، انت شفت التاريخ بعينيك. شفت التاريخ بعينيا وعشت فيه وبنضفه واشيل تراب على دماغي. طيب ده تاريخ المسجد، كلمني بقى على بدايه دخول عيلتكم للمحل ده، اخدوه ازاي؟ اخدوه من هيئه الاوقاف. جدي كان واخد ثلاث دكاكين دول مع دكانتين تانيين مع لفه الجامع. كانوا كلهم محلات اسكافي؟ لا، هي دي بس. الدكاكين التانيه كان بيشيل فيها يعني مخازن. يشيلوا فيها القوالب. هو جدك كانت صنعته اسكافي، بيصنع الاحذيه والابائيب. كانت هنا مشهور بالتفصيل. لان الناس زمان ما كانش بيشتري من محل، كله كان بيجي يفصل. تمام. وجزمه جلدي طبيعي بتقعد بالعشر سنين. والمحل كان مشهور بالتصليح، لان كان فيه حوالي 12 صنايعي عند جدي وابويا. تمام. بدأت بقى الجزم النعل العادة تنقرض وكده، وطلع الكوتشي والكاوتشات والحاجات دي. انت وعيت على باباك في المحل هنا من وانت عندك كام سنة؟ لا، انا وعيت على ابويا الله يرحمه من ثلاث سنين وانا في الكتاب ده. كل مولود عندنا يجي ثلاث سنين لازم يطلع الكتاب. طيب انت وانت عندك ثلاث سنين كنت بتيجي مع باباك عشان تطلع الكتاب وهو يدخل يشوف اكل عيشه. انا انزل ساعة اذان الظهر. ننزل من عندها عليه على طول. تمام. نقعد بقى نلعب هنا لان بيتنا كان قريب. انت كنت بتنزل وانت عندك ثلاث سنين ساعه اذان الظهر، بتدخل المحل بقى تعمل ايه؟ لا، كنا حضرتك بنلعب هنا لان اجدادي، جد ابويا وجد ابوامي واصدقاء اجدادي كلهم ناس طيبين، فكنا بنلعب حواليهم وكده. طيب انت دخلت المدارس؟ انا دخلت مدارس لغايه دبلوم. كويس. طيب كلمني عن اول مره نزلت مع باباك كشغل مش كلعب. كان عندك كام سنة؟ لا، أنا من سن ست سنين وأنا ابتديت أخدم أبويا. مش عندي كام سنة، من سن ست سنين. لأن بتوع مستلزمات والدي كلهم كانوا حوالينا هنا، يعني أبعد واحد كان في باب زويلة.
اجيب له الحاجه وارجع بسرعه جري. تمام. وكان جايب لي عجله اسمها 18 صغننه كنت اروح بيها واجي بيها. انت عندك خد قد ايه يا هشام؟ انا عندي اللهم صل على النبي اربعه بنتي وثلاث صبيان. طب الصبيان اكبر منك ولا اصغر منك؟ لا اصغر مني واحد الله يرحمه اشرف. الله يرحمه. واكبر مني بسنه علي الله يرحمه برضه. الله يرحمه. ومحمد الكبير ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه وطولة العمر. واخت حضرتك. لسه طالع معاش كان موظف كبير. ما شاء الله. كبير تفتيش. ما شاء الله. يعني انت تعتبر وسطاني. اخواتك نزلوا اشتغلوا مع باباك؟ لا. اشمعنى انت بقى؟ لا. يعني غاويين تعليم وكده. علي كان غاوي كهرباء. وخد دبلوم بس كان يعني مش عايز اقول لحضرتك اكتر من مهندس كهرباء الله يرحمه. استعانوا بيه في المطار مع شركه اجنبيه عشان دماغه عشان يعني خبره. حتى يوم ما طلعت ال 50 جنيه دي صور لنا مكنه على صور لنا صوره طولها متر ونص في 60 سنتي ب 50 جنيه وجه علقها هنا. فالناس كلها كانت مستغربه. الناس ابتدت تعرف ان دي ال 50 جنيه العمله الجديده. امتى ابتديت تشرب المهنه من باباك واحده واحده؟ يعني انت بقيت صنايعي متمكن برضك من سن ابتدائي من وانا عندي 10 سنين. اصل انا ببقى قاعد جنب ابويا على طول وهو ابويا قاعد على المكنه وبيلزق شغله وبيخيط شغله. طول ما انا باصص له انا بحفظ هو بيعمل ايه. وطلعت مش هقول زي عمري ما اقول زيه ان هو كان صنايعي يعني مشهور. طب اتعلمت ايه الاول التصليح ولا التصنيع؟ لا احنا طول عمرنا بنصنع. انا طلعت بصلح بس. خبرتي في التصليح. تمام. انما ابويا الله يرحمه كان على طول غوي تفصيل وكان يعني اقول لحضرتك كنت بتصنعوا حاجه غير الاباقيب؟ لا مش اباقيب. احذيه. الجزمه الجلد النعل الطبيعي. الجلد الطبيعي. تمام. عم هشام تعالى ننقل على حاجه تانية. ان انت ما اتجوزتش عشان تربي بنات اخوك. احكي لنا الحكايه دي. ظروف انسانيه صعبه جدا يعني ثلاث ظروف. احكي لنا. اولهم ان اشرف اخويا الله يرحمه وانا في اولى ثانوي جاله ضمور في العضلات. تمام. واخو حضرتك لما جاله ضمور العضلات انا عرفت ان حضرتك كنت بتشيله على كتفك وتوديه المدرسه. امكانياتنا ما كانتش تسمح ان احنا نجيب كرسي متحرك او كده فكنت بشيله الصبح ماما تصحينا الله يرحمها. وهي عيني قوم الاقيها مشطفاه ومتوضي ومصلي واشيله واوديه المدرسه لغايه ما ربنا فرجها وجبنا له كرسي متحرك اللي هو العادي البلدي ده. بقيت اوديه واجيبه بيه واحنا كنا ساكنين في الرابع برضك لازم اطلع اشيله على كتفي. من سن ابتدائي من اشرف جاله المرض من الحضانه انتهى عنده. وليله ما نجح في الثانويه العامه ربنا افتكره عرف النتيجه وربنا افتكره. دي كانت أول أزمة إنسانية. أول أزمة. بعدها؟ تاني أزمة وفاة علي أخويا الله يرحمه. الله يرحمه. علي كان شغال في المطار في شركة أجنبية وجه توفى فجأة في الشغل. بعد كده صرفوا له مكافأة 15 وعشان شركة أجنبية ملوش عقد. جيت اشتغلت عشان خاطر أولاده دكانة جدهم. لان ابويا برضك كان توفى دكان جدهم يعني الحمد لله ربيتهم وجوزتهم. علي توفى الله يرحمه وساب لي ثلاث بنات. اول واحده اولى ثانيه ابتدائي ايه الكبيره. ثاني حاجه ضحى سنه رابعه. ومريم الاخيره كانت في حضانه. هسيبهم لمين؟ اتفقوا اخواتي ان انا كانت مراته موجوده ان احنا ايه يعني جوزوني مراته وكده ونبقى كلنا في بيت واحد زي ما هنا وانا وعلي واحد كان شبهي. جت هي إيه عيني للناس الشعبيين اللي زي حالاتنا في الاحياء الشعبيه الناس الطيبين. الناس الطيبين كانوا بيحبوا بعض. تمام. اللي يموت التاني وراه على طول. زي ابويا وامي برضك فرق شعرين ورا بعض. علي ورا مراته ورا علي على طول بشهرين. ما حصلش نصيب للجواز. ابتدينا بقى نجهز البنات وهم في ابتدائي.
انا واخويا الله يرحمه، وبرضك ليا اخت ربنا يخليها يا رب، اللي بيقدر على حاجه بيعملها. جوزنا اتنين جوازات الحمد لله محترمه وكويسه ما شاء الله. الله اكبر، ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم. تعيش يا ست الكل. تعالى نرجع تاني، ايه التغيير اللي انت عملته في المحل من بعد والدك الله يرحمه؟ ما عملتش حاجه، هو كل حاجه بتاعته لسه بتصنع، كل حاجه بتاعته زي ما هي. انا شغال في خيره مكانته، والسندال بتاعه، السندال ده بتاع جدي، جدي عنده حوالي 120 سنة. والمكنة والقوالب بتاعته كلها صبياني وبناتي. هو أنا ينفع أسألك سؤال؟ اتفضلي. الشغلانة بتنقرض لسه جايبة همها؟ لا، جايبة همها مع ناس تانية. زي إيه؟ ناس كتير فتحت زيي بس عنده إمكانيات. جايب مكن حديث وكده. أنا كان عندي مكن حديث، كان عندي مكنتين. فجت هيئة الآثار قالت المكان اللي فيه مواتير غلط على الجامع. رميت المكانتين بتراب الفلوس. وشغال على المكنه دي برجلي. دي شغاله بالرجل، مالهاش دعوه بالمواتير ولا يدوي يعني. طيب مفيش وقت كده جه عليك انا عليا ايه بكل ده، ما ابيع المحل او اغير النشاط او اعمل حاجه تانية تجيب لك دخل، وخصوصا مع الظروف الاقتصاديه اللي العالم كله فيها؟ ما اقدرش اسيب المحل، اسيبه لمين؟ انا كده كده هسيبه، لان ما عندناش صبيان. يعني ما عندناش صبيان، الوحيد ابن اختي محمد وصيدلي. عمري ما هتجيبي دكتور يقعد يصلح احذيه. انا ربنا يفتكرني بعد الشر، ربنا يديك الصحه وطوله العمر لكل اجل كتاب. طب ما حدش جالك عايز يتعلم الصنعه؟ لا لا، هم كله، كل حد بيفتح المحل ده او المهنه دي بيخش الصنعه بعجرفه، او انما الصنعه دي، اصل الصنعه دي كل شغلانه عايزه فن. كل شغلانه جايه لحضرتك بفكره. الولد ده داخ بالباتينات وراح شارع الساحه تقريبا عشان يصلحه. قال له 200 جنيه عملته ب5 جنيه ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك له. كلمني عن الفرق بين المهنه زمان والمهنه دلوقتي. ما كل اللي طالعين حضرتك بيصلحوا بحاجه اسمها انبوبه امير. ما يعرفش يخيط حاجة على المكنة. أنا شغال على مكنة عندها 65 سنة. عم هشام، إحنا استمتعنا بالكلام مع حضرتك، حضرتك نورتنا في أهالينا، حضرتك من أهالينا الطيبين اللي لازم كلنا نسمع منهم حكايات بلدنا، نورتنا في أهالينا عم هشام. ربنا يخلي حضرتك يا أستاذة، شرفتينا وشرفت الدرب الأحمر كله. كتر خيرك. ربنا يخلي حضرتك. شكراً. يا رب، ويوفقك وينجحك يا رب. ربنا يبارك في عمرك.